بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة مكتك العرب، أهلا بيكو. موضوع حظر المواقع أو المدونات دلوقتي منتشر في الفيسبوك، بتيجي تنشر الرابط بتاعك بيقول لك إن ده محتوى مسيء أو غير مرغوب. كل اللي هتعمله هتضغط على الرابط اللي أنا هحطه لك تحت الفيديو، هتخش على الموقع ده مراسلة الفيسبوك علشان تفك الحظر. هتاخد رابط المدونة بتاعك تحطه هنا أو رابط الموقع بتاعك تحطه هنا وتقول له إن أنت المالك، وهتديله هتكتب له بس الصيغة دي علشان يشوف المشكلة ايه ويحلها لك. تمام؟ طبعا الصيغة دي بنقول له فيها Very useful this site and I want to share with my friends and on my page. But I cannot this because your system has banned the site. Please cancel the ban on the site as soon as thank you. طبعا في النهاية بعد 3 أيام بالكتير هيكون رد عليك ويرجع الموقع بتاعك مش واخد بان بعد ما تعمل طبعا ارسال. الموضوع سهل قوي، انا لقيت ناس بتشتكي منه كتير وانا نفسي كان حصل معايا الكلام ده وعملته. شكرا ليكم والسلام عليكم.